الله الرحمن الرحيم. مين انت وشو فوتك لهون يا ولد؟ خلصي سدي بوزك. انت شلون بتفوت على بيوت الناس بدون استئذان؟ اه شلون يا ولد؟ هذا مو شغلك. ليلي وين رجال البيت بسرعه؟ يعني وين بدهم يكونوا؟ بالساحات. كذابه. لك لايامي قايمه وبدك اياهم يكونوا قاعدين بالبيوت؟ يا بشوم عليك، ايه معقوله الحكي؟ الرجال بالساحات يا ابني. كذابه. قليلي وين الرجال بسرعه. انت قديش عمرك يا ولد؟ اه هيك اهلك علموك تحكي مع الكبار؟ من انو حاره انت؟ اه هلا انت من الشام؟ اه بشوم هلا احكي وين الرجال احسن ما تخرك. لك قلت لك الرجال بالساحات، واذا مالك مصدقني دور وبحبش. يلا دور. رح نبهك للمره الاخيره. وين رجال البيت؟ رح تخرك. شوف اذا بدك تطخني طخني، انا ماني خايفه منك. بعدين من امتى رجالنا بيحملوا سلاح بوش الحريم؟ ولك من امتى رجال البلد بيتقاتلوا مع بعضهم؟ من امتى؟ اه اللي يا ولد من امتى؟ هلا حاج كترك حكي وقولي لي وين الرجال. ليش تهتي؟ ليش طخيتي؟ لك ليش طخيتي؟ لك بعرف احكي معه. ليش طخيتي؟ سيدي بكل اسف قواتنا عم تتعرض لاكثر من هجوم من خارج الايماريه. من خارج الايماريه؟ مين اللي عم يهاجم؟ لما يبدو انه رجال دمشق احتشدوا لمناصره اهل الايماريه. ورجالنا المنتشرين بكل احياء الشام شو عم يعملوا؟
ما بعرف سيدي، بس هذا الشيء ما كان محسوب حسابه أبدا. معناتها أهالي الشام عم يناصروا المخربين اللي حاولوا يهينوا فخامة الحاكم العسكري. اسمع يا فخري، تبعت مجموعة عناصر يتجسسوا بكل أحياء الشام، بدي أعرف منين عم يتم التجيش. أمرك سيدي. وأنا بعتقد يكونوا موجودين بالبساتين المجاورة للأحياء. صرف. احترامي. يلا بسرعة. طول بالك ابني، طول بالك، الله يرضى عليك. طول بالك. ابني الله يرضى عليك، بدي اياك تتحمل حالك شوية. مال الشام قوام، حمي لي سكينة تانية منيح وجيبي لي شقفة وشوية زيت. قوام خليها تحمي الزيت ام حسين. ايه 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 حمي الزيت تقبريني. يلا يلا حاضر. يلا حبيبتي يلا يلا يلا. والعمل هلأ عم يا أبو طالب، رح نجهز ونعيد الكرة من هون للصبح. بدنا نفتح طريق للإمارية حتى نوصل الفشك والمؤنث. شباب قول والله تودعوا يا رب. قول والله يا رب. يلا يلا عمي يلا. طمني يا ملازم عدنان. سيدي اكتشفت مكان من ناصرين لأهل الإمارية. وين؟ سيدي باب شريف. متأكد أنت؟ سيدي شفتهم بعيني. طيب بتأرسل قوة لمهاجمتهم فورا، بس بتحاول إنه ولا واحد منهم يموت، تعتقلوهم اعتقال. حاضر سيدي. صرف. أمان 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 يا الله يا بدرو. الله حيو عمي بدر الدين، كمل. من صغر سني وانا طيار اطير من غصن لغصن، من جدار لجدار. روح على يرحم والدك. تعيش عمي صابر، تعيش. الله محيي الشباب. دخيل اللي خلقك. روح اطلع كفي يا عمي الطالب. هذا صوت الصيف يا عمي الطالب. يلا طيب يا عم الطيب. شو في؟ عسكر اللي بنساوي ساحفين صوبنا. شو عم تقول؟ الله وكيلك، الظاهر كاشفين امرنا. يا رجال على الخيل وشكون على الكنيسه. يلا يا شباب. الله يحميك لاهلك ولشبابك. بعرف يا خالتي بعرف، الهم كبير والحياه صعبه والحاجه اصعب، وقلبي قال لي من عيونك يلي كانوا عم يرفوا مثل جناح الطير الخايف انك ما رح تأذيني، وقلبك ما رح يطاوعك تقوص علي وتقتلني. بس من زمن الحاجة يلي عم تاكل منكم اكل يا اولاد الشام. وجعك عليك، كان بده يقتلك بعيد الشر عنك. اخ يا تيتي اخ، هالشاب باين عليه ابن ناس بس معتر. والله العليم لو ما في وراء قصه ما كان راح العسكر مع الفرنساويه، ما كان راح. يا رب.
يا رب تلطف فينا يا رب، يا رب تلطف بعبادك يا رب. يبدو المخربين أخلوا المكان من وقت قصير. هي آثار واضحة، أكيد وصل خبر قدومنا. حقوني. أبونا، أبونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوك أبو طالب من الأنوات، والشباب من رجال الشام. تشرفنا أخي أبو طالب. نحن قاصدين الله وقاصدينك أبونا. خير؟ الفرنساوي كشفوا أمرنا أبونا، ويمكن يعفتونا بأي لحظة. شو المطلوب؟ شو الإمكانية نطلع برات السور؟ تفضلوا معي. أبونا معنا خيل. جيبوا الخيل ولاقوني لورا الكنيسة، في سرداب كبير بيوصلكم لمقام الشيخ رسلان. الله يبارك فيك. الرب يحفظكم. بس جرح حالك شوي ابني، مو كتير لأنه جرحك لساته طري. يلا يلا شوي 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 شوي. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا خالتي. شلون شايف حالك هلا؟ الحمد لله أحسن. بس بس شو؟ والله ما لي عارفان شو بدي أقول. قول قول ولا تخاف، أحكي كل شي بقلبك. والله أنا خجلان، وخصوصي بعد الشي اللي عملتوه معي. خجلان تقول يلي بقلبك، ومو خجلان تحمل سلاح بوش أهلك؟ الله وكيلك غصب عني يا خالتي. ليش؟ شو يلي جبرك؟ والله لعبوا بعقلي وعملوا لي البحر طحينة، وبعدين أنا فقير والحاجة. بس الحاجة ما بصير تعميك عن الحقيقة، ما بصير تعميك عن الواجب. مزبوط حكيك يا خالي، بس الله وكيلك لو عرفان بده يصير معي هيك لكن دفنت حالي وأنا عايش. وهلأ إذا بتقطعوني بزتوني للكلاب ما بحكي شيء أنا. لا يا ابني لا، مو نحن يلي منقتل ولدنا وابن بلادنا، لأنه الدم ما بصير مي والضفر ما بيطلع من اللحم. وهلأ أنت حر، بتحب تروح الله معك، حاسس حالك تعبان أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك ونحن أهلك. بعد الشيء اللي عملتوه معي وعد أمام الله وأمامكم ما وجه سلاحي إلا بوش الأعادي. الله يرضى عليك. السلام عليكم يا أبونا. وعليكم السلام. بدي أسأل جنابك عن بعض المخربين كانوا حول الكنيسة يا أبونا. ما شعرت بوجود حدا حول الكنيسة. أكيد يا أبونا. طبعا أكيد.
قلت ممكن يكونوا تسللوا للكنيسة من دون ما تشعر يا أبونا. لا يمكن. ممكن نفتش الكنيسة؟ الكنيسة مكان عبادة ولها حرمتها. حولك يا أختي إم عباس، من طول عمرك عقلك بيوزن بلد وقلبك بيوسع الناس كلها. هذا ابننا يا أم حزين، وكل أولاد الشام أولادنا. فضلك ما رح أنسى منوب يا خالتي. واجبنا يا ابني، واجبنا. الله يحميك لشبابك ويردك لأهلك سالم غانم. آمين. وحياة أمي واللي جمعنا سوا. ما برجع على البيت لحتى أشوف الإمارية سالمة غانم. ومن هاللحظة هاي أنا واحد من شباب الحارة. طول عمر الشام بيت واحد لكل أولاده. البلد هو البيت. البلد هو الأهل. البلد هو العرض. عم تفهم علي يا صفوان؟ عم بفهم عليك. كلامك مظبوط. ايه الحمد لله.